نبيعكم ونزدكم وزي لا قلت لك بلي اعطوه ثلاثه خيوط ولا حاجه ربيس. هو مصدق برشا هو راهو الانستغرام عمله كان بالسيف قال لي يطلعوش هكا وذلالي وداخل بعضه. هو يا اخوي شوفوا في الجروب دي. شوفوا في الجروب شوفوا ما تفرق على الجروب فما جروب جديد. يا اخويا بالنسبه لي انا صاحبي يا بيدرو هذا عارفي بني اعطوه تخيوط ولا يتشرط علي ولا يتشرط. شفته اهو ولا يتشرط ريت الدنيا ولا يتشرطوا علينا. فما جديد تو تو انت سافا لاباس الحمد لله الحمد لله سافا. وشنو وين وصلت حكايه الكومبار؟ هذينا كومبا يا ودي هذه حديتك تشبيه قالوا كومبا يمشي نايكم الكل على بعضها قالوا كومبا شبيه اعوك هزوا يصحح على روحه في المركز ومن بعد مشي نيكم بكري بكري. شفت الفيديو اللي بعثته لك؟ شفت الفيديو اللي بعثته لك؟ يا كا طلعت بوكسير يا استاذ باي والله بوكسير. شفت الفيديو اللي بعثته لك؟ اي طفله ستتقبح مزمن عليك يا العاق. يلا بوكسير انت مشيت نترينا بوكسير جمعه على خاطر باب باب باب. شوف صاحبي مولا كبير الدنيا تليك تونس عارف شو فيها ركب بوكسين ريت صاحبي كل بالانترا المويه لا دفع فيها مالش لاي. يلا بس عوقة دي عوقة دي عوقة عوقة ملعبية ريت ها هاي كتك زم وتو القرد مسيحة صحيحة عوق ولا هاي اسمع عشان زاك ماريو حضر روحك عشان حضرها لزاك ماريو اخسره تاك ريتا وجبت والله طيح زاك ماريو والله اخسره والله معك والله طلعت معك ها يا زاك ماريو قلت لك البارح راني بوكسيره ما صدقتني بس اسمعني زاك ماريو انا مش لي لاعب لك انا في السياد ما نقدرش راني جبت لك شكون يا اخوي هاي وريني يا اخوي هاو جبت لك شكون حقره ذي يا عوق حقره الزبي الراجل يستنى فيك انت وين شطت مع تقوى ثابت تقوى ثابت اقوى بوكسير اخوي في تونس تقوى ثابت لا بلا ايه جاني جبت لك بوكسير اخوي هاي شوف انت العوق الثاني يا اخي عوقه في الشو انت ذي بوكسيره اي بوكسيره كنت ثمانية بوكسيره بالحق بوكسيره لا قلت له هكا نعمل له ايه ده كيفاش تعملي له زاك ماريو يا عوق اه بالرسمي زاك زاك ماريو هزوا المركز يصحح على روحه ومن بعد اهبط لكم انت ماك خايف لا تضروا هزوا خلي يصحح في المركز ومن بعد اعملوا لكم باي يا اخوي صح الزوز اللي يموت فيكم راهو مريقل معناه مصح على روح عباره داخل شو يعمل عمليه باش كان صرح على روحه باش كان قصد ربي على الاقل انه مصحح على روحه. اسمع يا ولدي ايش تشبيك تحب له يصير ارتجاج في مخه ولا ركب له ارتجاج في مخه عليه صاحبي ولا العب له بيت العب له بيت برك يا عوق العب له بيت برك يكتفوا لك يد وتلعب بيت برك يا اخوي ولا هو ينك بالبونه وانت بالكف يا عوق والله لحظة تو ما فهمت حتى شيء يعني الاخر قال لك عنده برشا ثقة في روحه ونضربه ونطيحه وما يعرفنيش وسريع هو اللي فهمت جد انت اسمع يا ودي الراجل يحب يكبر الانستغرام بتاعه ما عنده جد تو طحون طفل وطحون عمر خطيه البوكس عمره ما ترينا بوكس دخلوا في البوكس اسمعني هي راهو حتى بالفدلكه ما تجيش يا عوق باش نفهم حاجه ما تكونش في نفس الميزان واحد وزن واحد سبيل فرد ميزان مانيش لفرد ميزان ما عنديش ندخله في البوكس الطفل نعطيه كف يموت كف بركة يموت كف نعطيه يموت علاش يا صاحبي مش ندخلنا في الحكايه ذي يا خويا خلي يهزوا يصحح على روحه في المركز ومن بعد خويا يلعبوا على روحه يا ودي ماتت برشا انا بطلت ما عينيش شد شبيك صاحبي ليه انا بيد انا هابط فاكونس لتونس ليه عندي يمي عندي دانا عندي صحابي نمشي عشان عندي فاكونس على روحي ليه بمزك ليه بزك ماريو وين صاحبي يعني كي حاجة نعمل سبانيجيت نمشي ليكيب ناسيونال مع الجماعة
بتاع الكيك بوكسينج. فما واحد يا عوق والله بالرسمي فما واحد يلعب في المصارعة في نفس الميزان متاعك حاجته بيك يحب والله يا عم بكري برك بعثني مثال عادي اسمع اقسم بالله في نفس الميزان متاعك يحب يلعب اسمه هاي يلعب بكيب ناسيونال زاد يا برو ايك يا واحد بك انا حكيت معاه فهمتني اسمع ما تنسيش العوق بجربك انا حكيت معاه فهمتني هذا نفس الميزان متاعك يا برو يا ما قوله قوله ليبر ليبر شنو هو ليبر ليبر يعني ليبر كل شيء لوط قوه كل حاجه تكنيكي صار شنو ليبر معناها ليبر قانون فما قانون انا مالكم بان تاع بليتش يا العوق هذا بيه كيما حبيب كيما حبيب لوط والفوق خيش نعركوا اما فما رولز معناها تتبعوهم مش تكنيكو بونيا في كرشه ولا في ولا بتبيع شيء يا ودي كل شيء مرفق ايدين ركبه لوطة فوت يا بتبيع مش نحكي لك شك شوكة هذه يا اوك ما هيش يو اف سي لا بتبيع يا بابي مش سلام تقول سير سلام عليك هبطوا كاولة هنا يا العوق كاولة هنا زاك ماريو وانتي صحيح اسكتي على روح برجو ليه كلبوني اللي في الثلج ذيك كان ينيكها زاك ماريو في راسه واخويا إنا لله وإنا إليه سوي هذيك ينيكها زاك ماريو حفرت فيها نقبة ممكن 60 متر لداخل عمل مترو في الثلج بيدي جبتك حفرة جي يقول لي أنا الآخر بعدها حمدي العوق فرش تفرش فرش فرش عملت ثلج هذا ثلج يابس صح شوف بالك شوف نظر شوف 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 أشرف الكحلة مبارك مع الكل وقالوا لك ما تقول أني خسرت معناها ولا ما نلعبش هكاك كما نقولوا ترمي القفازات معناها تطلع ما تقولش شرب يا عوق شربحك غيابي طفل راه أنت قلت غيابي يا بنتي يربح غيابي ولا تطيح على روح سايب لك أما خير مش تطيح على روح يا عوق هو ينجح أسمع يا عوق يطلع قدام العباد الكل يطلع هو قدام العباد الكل يصحح في ورقه على روحه قبل الكومباي صحح على روحه باش كان لحظه فما برشا عبيد ما بيتاش ريتو في الارا لكم لايف ريتوه الثلج هذاك يابس باش غدوه نوريهولكم نوريكم اقسم بربي لحظه وريهولنا غدوه ها اجي صلي على النبي قال له غدوه نوريهولكم لا حاج قلت غدوه وريها بالثلج يابس يعني مكعبر يابس اسمعني والله بالحق نحكي معك بالحق كان انت الحاجه الوحيده اللي مقلقتك اللي انت خايف لك تضره السيد يا اخويا هاو يطلع في العالم قدام الناس كل صحح وريقه اللي هو اخويا كان قصد ربي فهمتني يا ربي صحح وريقه في ينجم روح عبارة داخلش يعمل عمل هو الحبس ما عادش نضحكوا اسمعني توا تايزون كي يلعب ويطيح بالكو ويمشي للحبس ليه مش كيما بارتي رسميه ديك في ديرسي كيما هي تدخل شكون عندك في ديرسي هو خمسه هذه البارتي شو انت تعمل له هكاك دقيقتين ومن بعد تعطيه المشومه دقيقه في موعد بيت تتفرج وخاصه وتتفرج فهمتني كل شيء العظيم ورحمه بابا الاربيت اللي يقول تايم ابدا يديك كفي موت بلي قال ربيت الطايب باش يديك كروشي بوت برو انا وهيثم يكتب لك هيثم مزايا نتاع المصارعه فهمتني يكتب لك يحب يعمل كومبا قال لي قول له يقرا كومنتات وينو شو اسمه اسمه هيثم مزايا قال لك اخويا هو انت بيه نفس الميزان قال لك ما كنت تحب واحد في نفس الميزان معاك هو مصارع عشان نلعب مع مصارع باش نلعب مع ليبر اي عادي يعملوا قانون خويا كيفاش كي تبدا لعبه اما برجوليه الناس اما الناس الكل يحبوا الزاك يحبوك انت والزاك شي كان يزب الزاك ماريو يعجبك تو بربي الزاك ماريو يا عوق هو ما خافش على روحه وانت خايف ما انت وليت امه معناها ولا ابوه تو يا صاحبي برا نلعب انا ما نحبش نلعب ايه مش على خاطر خايف لا تضره
اسمعني، هذه تسمى تطيح كارير عشوائي، يفهم ماكش فيها بلا. انسى ما تتيح كريش بيك زي ما جيب عمري، شو تحط مع واحد زبرات مركز زطلة وزبش بيك صاحبي اخوك يطلع عنده ما عنده ما يمكن يطلع من وين اللي تسمي انا اللي تسمي هو قل اسمه هيثم يا برو هيثم هاي ما هوش حاط تصويره في البروفيل الانستغرام هيثم شيفي هذا يا اخوه مصارع هذا يا بروفيسيونيل اي حال لايف هو وك وجماع نتاعو هذي اختاني هذي تفلي بريد يا كبر هذي تفلي بريد بريد عنده العصب بريد في مخه زي بتحبني هذي فيقوا على الرواق مع بيت تقوحب عليه عبيد يخدموا بيه تقوحبوا عليه هذي شبيك هنسوها ماش لعب معاه ما انا بشومة ولا وين عبيد يخدموا بريد تفلي زي بيوضحون تيرا تعجبني صاحبي ولا تعجبني ولتحومتك ما تقول حيبة هذي يا دوبي طلبت لي بيع قلت لك تحكي بالرسمي يا اخوي بالرسمي تحكي ولا حتى قالوا لي سمعوا بها الحكايه زب ايش بيك صاحب اوك عمر اي بيك يا زب شبك طايح في زب بروح يا انا دي كم قحبه اللي يقول لك برا حط معاه دي كم وهو اللي يجيب فيه اللي يقولوا برا يمشي يعمل ايش بيك صاحب يعني كنا عارف الروح شديكم مع الحيط في حوطه تشد ديكم مع الحيط مش هديكم باي انا معناته ما تشد ديكم مع الحيط في حوطه مش كوباي كارين عليك معناته كارين عليك ايه ده انت مروح باش تعمل مشاكل ما كمروح للبيعه وباش تفرح بام تدور وتحوس يا جماعه فيه بس والله يركب هذي ديكم في حوطه والله نمشي له حوطه وانا عادي والله نعرف وين يسكن حوطه نعرفها وين المارش يسكن وين الجامعة الثانية تاع قريش أما نسيت نعرف حوطه وين انتوما يا عوق وليد حومة أول حاجة وليد حومة مش مليح باش تعاركوا وتعملوا عركة والعباد تضحك عليه يحب يطلع يكبر في الانستغرام زبي أنا عم يتقحبوا علي ماليش كل فيديو يهبطوها وشوف الانستغرام تاعو قديه يا عبيد يتقحبوا يا ودي طلع فريق ايش فيك ما تحبوش تفهموا زبي بلا حمزه شي ما يفكي قال له الاخر ما نلعبش معاك سي يعني الاخر خايف بيك سا حقا فما بلطي شفت البعثالك كنت على ستيفان جانو جديدة هذه شفتها اي هذيك هو والشارع لونترو تاعو القديم اي اي ياك الفرنسا المرحومه ربحت المشومه سي اعلو غدوه زاك ماريو ارباح العوق انا خايف منه قايد غدو العوق خايف من زاك ماري وفات الحكايه وفات كوبا صاي نهايه الكوبا باي حاجه باي عوق بطل السيف في جوره العوق بطل يمشي يترنى يمشي يشوف يرجع يترنى ينحي الشراب والفكين فهمني عملنا فيها مادام ربح باش يرجع هيك الاكستا قال لي اموره يا اخوي يرجع اموره كيفك الفازع عوق بتاع يا عمل لك ونك السحن يا عجبكش هذو عباد يموت على نار فما برش عباد بمبنى يحبوا عليك مابس اعمل واضرب وقد واعمل وحط اخوي انتم ما بديتوها بتفدليك اخوي اسمعني انتم ما بديتوها بتفدليك حتى كما صحتش الحكايه اخوي تقعدوا الناس كله خيان وكهو معناها مش لازم ليه يا ودي انا قلت له فك ما تسبش لوب وهو باقي يسب في اللوب ويقول لي مالي يكون ماك لا يفهم هاي كيف ما غير ما انا مش كوم بعضها انتم من الاول عملتوا الجو ودخلتوا في لايف عملتوا ضحكه وضحكتوا العباد وفما عباد حبيتكم وشيخت عليكم ما تبعثوهاش في الاخر توليوا تسبوا فما بعضكم يا دي هو اللي يسب في اللوب ورحمه بابا في قبره